صباح الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities. المفاوضات اليونانية لا زالت مستمرة بدون وجود أي أمل حتى الآن على الأقل أو أي توقعات نوعا ما إلى التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، لكن هناك وضعنا الذين مرة أخرى فترة أخيرة لليونان من الاتحاد الأوروبي وهي يوم الاثنين كآخر فرصة لليونان للحديث أيضا عن خطة جديدة أو أن توافق على متطلبات أو طلبات الاتحاد الأوروبي وطلبات أيضا الدائنين. هذا الشيء الذي أدى مرة أخرى إلى تحرك كبير في الأسواق أو في انخفاض مرة أخرى في الأسواق الأسهم الأمريكية أو حتى الآسيوية، وحتى أيضا الآسيوية اليوم شهدنا أيضا انخفاض كبير في مؤشرات الصين خصوصا، والذي أيضا مؤشر شانغهاي كومبوزيت إندكس أو مؤشر شانغهاي المركب الذي انخفض بأكثر من 7.7، مؤشر هانكسينغ أيضا انخفض بحوالي 3%، أما الآن مؤشر الياباني انخفض ب13 إلى 14 النقطة المئوية للآن. لكن في الوقت الحالي أهم النقطة الآن هي اليونان، وأهم قصة في الأسواق هي اليونان، وعلى المتداولين الانتباه جيدا خلال فترة التداولات الأسبوع الجاري، لأنه من الممكن أن يتم الإعلان عن قرار نهائي، إما سيكون هناك في لدينا اتفاق مع اليونان أم لا. يوم الثلاثاء يجب أن يتم هناك أو يجد أو أن يكون هناك لدينا اتفاق، لأنه فيما لو وصلنا إلى يوم الثلاثاء دون اتفاق هذا يعني أن اليونان ستعلن تخلف عن السداد التي يجب عليها أن تسدد 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. لذلك في الوقت الحالي على المتداولين الانتباه لذلك، ومن الممكن أن نشهد يوم الاثنين تحركات كبيرة في الأسواق ونشهد نوع من الجابس أو نوع من الفجوات السعرية، لذلك الانتباه من هذه الأمور، وننصح بأن نبقى بعيدا عن الأسواق قبل نهاية التداولات اليوم وقبل أيضا بداية الأسبوع المقبل. أما خلاف التداولات الآسيوية اليوم كان لدينا القليل من الأرقام الاقتصادية المهمة من نيوزيلندا واليابان والتي كان لديها أيضا تأثير مهم على الأسواق. البداية من نيوزيلندا اليوم شهدنا تريد بالانس أو الميزان التجاري والذي أيضا ارتفع على عكس التوقعات، أو شهدنا ارتفاع بواقع الضعف في الفائض في الميزان التجاري إلى 350 مليون دولار نيوزيلندي في مايو من مستويات 183 مليون في أبريل الماضي، بينما التوقعات كانت تشير إلى أن نصل إلى مستويات عجز بواقع 90 مليار دولار نيوزيلندي. لكن في هذه الحالة لا زالت هذه الارتفاعات هي أعلى ارتفاعات أو أعلى فائض منذ حوالي شهرين. في اليابان شهدنا أيضا شهدنا الهاوسهولد سبيندينج أو إنفاق مالكي المنازل أو إنفاق الأسر يأتي بارتفاع مهم جدا، ليرتفع بأكبر وتيرة منذ مارس من العام الماضي بواقع 4.8% في مايو، بعد أن كان قد انخفض بواقع 1.3 في أبريل الماضي، بينما التوقعات كانت تشير لارتفاع هذا المؤشر أيضا بواقع 3.6%. لكن المهم في هذا المؤشر أو في هذا الرسم أنه أول وأكبر ارتفاع شهري منذ مارس من العام 2014. بالإضافة إلى ذلك شهدنا كنا مؤشرات التضخم في اليابان من جديد التي أتت أقل من التوقعات بقليل، لكنها أيضا تعتبر جيدة. شاهدنا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو يعود مرة أخرى الانخفاض إلى 10 نقطة مئوية من أصل 20 نقطة مئوية خلال شهر يونيو الماضي، لكن على الرغم من ذلك ناشونال كور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على المستوى الوطني ارتفع بواقع 10 نقطة مئوية بالمقارنة مع ارتفاع آخر بواقع 13 نقطة مئوية خلال مايو وليس في يونيو كما هو الحال في مؤشرات طوكيو. لكن التوقعات كانت تشير لهذا المؤشر أن يأتي بدون تغير، لذلك هذا الارتفاع 20 نقطة مئوية يعتبر نوعا ما جيدا. بالأخير شهدنا أيضا استقرار في معدلات البطالة في اليابان عند 3.3% كما هي توقعات دون تغير. اليوم لا يوجد لدينا أي أرقام اقتصادية مهمة إن كانت في المرحلة أو في خلال فترة الدولات الأوروبية أو الأمريكية اليوم، لكن التوقعات تشير اليوم إلى استمرار في ارتفاع الزخم في تداولات الأسواق في ظل انتظار الجميع لطبعا القرار الذي سيصدر حول اليونان أو المهل الأخير لليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. بالإضافة إلى ذلك ننتظر تحرك الأسواق العالمية مع الانخفاض الذي حصل في الصين اليوم بشكل كبير، لذلك ننتظر ما هو الرياكشن أو ما هي ردة فعل الأسواق الأوروبية والأمريكية من هذه الانخفاضات. بذهب أيضا اليوم إلى شيء سريع جدا وهو الدولار الأمريكي أو المؤشر العام للدولار الأمريكي من الناحية التقنية على مستوى الأربع ساعات. لازلنا نرى أن هناك فرصة لمزيد من الانخفاض خصوصا بعد أن فشل الزوج في اختراق مستويات 95.66. فيما لو شهدنا مرة أخرى هذه الانخفاضات أو فيما شهدنا استمرار في الاستقرار دون هذه المستويات من الممكن أن نشهد المزيد من الانخفاض. لكن فيما لو تم اختراق هذه المستويات قد نصل إلى 96.16 والتي لا نتوقع أن يتم اختراقها بعد ذلك قبل أن نشهد استمرارية في الاتجاه المنخفض. اليوم الجنيه الاسترليني سنركز عليه بشكل كبير، لأن نعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك لدينا فرصة شراء من جديد بعد أن كان هناك لدينا نوع من التصحيح بعد ما وصلنا إلى مستويات حوالي 58.50، وصلنا الآن إلى حوالي مستويات 57، ووصلنا حتى 56.56.90 خلال تداولات يوم أمس. لكن نعتقد أنه هذه التحركات تعتبر هي تحركات تصحيحية قد انتهت في خلال تداولات يوم أمس، ولازلنا عند مستويات 56.74 هي مستويات دعم مهمة جدا قد نصل إليها، لكن من تلك المستويات نعتقد أنه هناك سيكون
في فرصة شراء جديدة للجنيه الاسترليني خلال الساعات القليلة المقبلة نحو الأعلى إلى ما فوق مستويات 58 أو 58 إلى 58-30. لكن في الوقت الحالي نفضل الشراء فوق هذه المستويات، نفضل الشراء أيضا على المدى المتوسط وعفوا أو القصير، لكن لازلنا نتوقع أن هناك لدينا ارتفاع على ما فوق مستويات 58 وقد نصل إلى مستويات 59. أخيرا أريد أن أعيد وأذكر مرة أخرى المتداولين أن يكونوا حذرين جدا قبل بداية عطلة الأسبوع، لأنه من المهم سيتم الإعلان عن قرار حول اليونان، وهذه المفاوضات هي أكثر مفاوضات في تاريخ اليونان غير واضحة أو لديها نوع من الضبابية في تاريخ اليونان، لذلك لا يمكن لأي شخص في العالم أن يتوقع ما الذي سيحصل وما هي تحركات الأسواق التي ستكون يوم الاثنين، لذلك يرجى الانتباه ومحاولة الخروج من الأسواق قبل نهاية تداولات اليوم. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل. شكرا للمتابعة، نراكم مرة أخرى الأسبوع المقبل.